إزالة الغبار الداخلي من داخل السماعات. نحتاج في هذه العملية إلى مفك للبراغي ومحرمة عادية، منديل عادي، وعود للأسنان. بعدما نقوم بفك كل البراغي، أنا فككتهم مسبقا، نقوم بفك كل البراغي، نقوم بسحب السماعة برفق كي لا نمزق هذه القطع أو هذه الخيوط. بهذه الطريقة كما تلاحظون فالسماعة ممتلئة بالغبار، وبرفق نقوم بأخذ عود لتنظيف الأسنان، برفق نقوم بالضغط على هذا الجانب، هذا هو الجزء الحساس. كما تلاحظون أقوم بهذه العملية برفق كي لا أضغط عليها. بعدها نأخذ المحرمة، نقوم بهذه الطريقة. كما ترون الغبار يتناثر في كل مكان. بعد هذا ننفخ عليها بفمنا أو بالأنبوب. بعد الانتهاء من تنظيف السماعة نقوم بتنظيفها خارجيا هكذا. بهذه الطريقة ونقوم بإعادتها برفق هكذا، وإعادة كل البراغي لمكانها بهذه الطريقة هكذا.